لاهتمام حكومي يكاد يكون أكثر تأثيراً خلال السنتين الماضيتين من خلال الانفتاح على الدول المجاورة، وأيضاً عقد بروتوكولات من أجل تفعيل كل الأنشطة التي تسهم في رفع المستوى الفكري حقيقة والبدني والمهاري لهؤلاء الشابات. سيتم الاستعانة بمستشارين وخبراء نساء ممكن أن يفعلون دور الرياضة النسوية. أيضاً هناك خطة لزيادة المنشآت الرياضية الخاصة بالنساء تحديداً. نشير إلى القاعة الرياضية المتكاملة اللي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة منذ العام الماضي حقيقة، وفتحت أبوابها قاعة خاصة برياضة النساء. يجب أن نشير إلى أنه نساءنا حقيقة لديهن انتصارات على صعيد دولي، فاطمة ورند سعد بطلات عالميات حقيقة. فاطمة أحرزت بطولة العالم بالقوس والسهم لمسافة 10 أمتار. أيضا هناك رباعات على مستوى آسيوي ودولي شاركنا وحققنا نتائج جيدة في ألعاب القوة. أيضا عندنا على صعيد عربي هناك مراكز وطنية للموهبة متخصصة بالألعاب الرياضية سواء كرة السلة أو كرة الطائرة أو كرة اليد من أجل توسعة هذه الرياضات ما بين شاباتنا ونسائنا.